حالي إذا رأى أنه يفك السحر في المنام فهو يدل على تخلص أهله من الفساد والفتن، كما قد يشير الحلم إلى تخلصه من الخصومات والخلافات في الواقع. رؤية فتاة العزباء أنها تكشف السحر في المنام قد يشير إلى معرفتها لنية صديقاتها والمحيطات بها السيئة وحرصها على تجنب الوقوع في أذيتها. متزوجة إذا رأت في المنام أنها مسحورة فالحلم قد يشير إلى تعرض المرأة للظلم الشديد والتعدي وشعورها بالمحنة والبلاء في واقع حياتها. رؤية المطلقة لنفسها في المنام وهي مسحورة قد يشير إلى وجود شخص غريب في حياتها يرغب في إلحاق الضرر بها، كما قد يعني الحلم تعرض للمشكلات والصعوبات في حياة المرأة. حالم إذا رأى السحر في المنام فإنه يشير إلى التعرض للفتن والمحن، وعمل السحر في المنام دليل على الكفر والخروج من الدين. رؤية السحر في المنام للنابلسي قد يشير إلى الكفر وعظائم الذنوب، كما قد يعني الحلم الفتنة والخلاف الكثير مع الزوجة التي قد تصل إلى الطلاق والانفصال. اكتشاف الحالم لمكان السحر في المنام يشير إلى الكشف عن الحقائق ومعرفة الأمور المخفية عن الحالم في الواقع. رؤية الحالم للسحر من الأقارب في المنام قد يعني عدم محبة الأقارب للرأي وكثرة الخلافات. الحالم إذا رأى أنه يقوم بعمل السحر في المنام فهو يفتن الناس في الواقع، سواء كانت فتنة لهم بالعمل أو الاتباع، كما قد يعني الحلم أخلاق الحالم السيئة وكثرة كذبه. رؤية السحر في بيت الحالم قد يعني كثرة الخلافات والمشكلات مع العائلة والأهل. نهاية حلقة اليوم، إلا عجبتكم ما تنسوا تديروا جيم وتبارطاجوا الحلقة مع أصحابكم. إلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله.